نبدأ بقى. طيب انتوا خلصتوا تقريبا الراندوم بروسيس في المحاضرة صح كده؟ صح ولا ايه؟ محدش بيحضر ولا ايه؟ ايه؟ لا هو غالبا الدكتور خلاص كده هيدخل على الماتش فلتر بعديه. طيب احنا السكشن ده والسكشن اللي بعديه هناخد الراندوم بروسيس، والسكشن اللي بعديه هيبقى فيه جزء الماتش فلتر، وبعد كده هيبقى الميد تيرم. اوكي؟ طيب اول حاجه تعالى نفتكر كده اخر مره كنا بنقول ايه على الراندوم بروسيس. قلنا ان الراندوم بروسيس دلوقتي بناخد دايمنشن تاني هو التايم معانا صح، وقلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها انصامبل. ده هو ايه؟ هو مجموعه من الويف فورمز كده المفروض تكون عددها ايه، عددها انفينيت او عددها كبير جدا. دي اللي تقدر تديني الاستاتستكس بتاعت ايه، بتاعه الراندوم بروسيس ده. طيب فانا خلينا نقول مثلا ان انا عندي بيتس او اي حاجه او كوين او اي حاجه، وبدات اعمل ايه عند سيرتن تايم، بدات ايه اشوف مثلا كلنا عملنا توسنج للكوين، وبدات اعمل يعني اكتب الريزلتس اللي طالعه بتاع كل واحد. فمثلا انا طلعت لي هيد، فهكتب هنا مثلا هيد. باشمهندسه طلعت لها تيل، فكتبنا لها ايه تيل. باشمهندس طلع له هيد، كتبنا هيد. عند تايم انستنت ايه نمبر 1 مثلا، عند تيب 0. طيب بعد كده مسكنا الكوين عملناها توسنج تاني، وبدانا نكتب الريزلتس عند تايم انستنت تاني اند سو اون. فده اللي بيخلينا نرسم ايه الويف فورم. كل ويف فورم هو ايه؟ هو بتاع مثلا بتاعي انا لوحدي او بتاع اي حد فيكم لوحده. طيب عن تايم انستنت معين هو بيعبر لي عليها عند راندوم فاريبل. زمان لما كنت بتكلم عن راندوم فاريبلز كان عند يعني عن تايم انستنت واحد، ما باخدش انت كونسيدريشن التايم. تمام؟ طيب بعد كده عرفنا ايه؟ عرفنا انواع الراندوم بروسيس. قلنا عندي حاجتين، عندي ستيشنري صح؟ يعني ايه ستيشنري؟ يعني ثابت صح؟ وعندي نون ستيشنري. نون ستيشنري عشان هو الاسهل خلينا نبدا بيه، ان البي دي اف بتاعته ديبندنت على التايم، فكل ما بمشي مع التايم كده بلاقي البي دي اف اتغير. يعني عند تايم انستنت ده مثلا رقم زيرو ده كانت الكوين عندي مثلا الديستريبيوشن بتاعه نص ونص، جه عند تايم انستنت تاني البي دي اف اتغير، عند تايم انستنت تالت لقيت ان برده ايه بقى مثلا 0.3 و0.7 and so on، عمال يتغير مع ايه مع التايم. فايه ده النون ستيشنري. طيب الستيشنري ايه بقى؟ ايه الستيشنري؟ عندي حاجتين. لو انا بتكلم على الستريكت سنس ستيشنري، فانا بقول ايه؟ بقول ان البي دي اف ثابت ما بيتغيرش مع التايم. بصيت هنا هلاقيه نص ونص، بصيت هنا هلاقيه نص ونص، بصيت بعد 10 سنين هلاقيه نص ونص. تمام؟ يبقى هو ستيشنري، ستريكت ستيشنري يعني البي دي اف ما بيتغيرش، از نوت ا فانكشن اوف تايم. طيب في حاجه تانية مور لوس سميناه ايه، اللي هو الوايد سنس ستيشنري. ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لا انا مش هقول ان البي دي اف هو اللي ثابت، انا هقول ان الستاتستكس بتاعتي هي اللي ثابته. اوكي؟ طيب هنشوف الكونديشنز بتاعت وايد سنس ستيشنري، بس الاول لما نيجي نعرف ايه هو الاوتو كورليشن والحاجات يعني بتاعتنا. المين هو العادي، الاكسبكتيشن بتاع ايه الراندوم بروسيس. مثلا لما اجي اجيب المين هجيب اكسبكتيشن اوف الاكس اوف تي ديت، لو هي دي الراندوم بروسيس بتاعتي، فهعمل ايه؟ هعمل الافريج بس على الراندوم فاريبل بتاعي مش على التايم. التايم في الحاله دي بالنسبه لي كونستنت، هو يعني فاريبل، بس هعمل اكني عارف لما تيجي تعمل بارشل ديفرنشيشن او بارشل، يعني انت بتعمل مثلا انتجريشن وذ ريسبكت للفاريبل اللي هو الراندوم فاريبل بتاعك مش التايم بتاعك. اوكي؟ ده هو الاكسبكتيشن. طيب عرفنا حاجه ثانيه اسمها ايه؟ الاوتو كورليشن. هو الايه؟ هو زي كانك بتجيب اوتو او بتجيب الكورليشن ما بين راندوم فاريبل وراندوم فاريبل تاني. ماشي؟ بس انا عندي في الاخر هو كوين مثلا اللي بجيبه صح؟ فانا عندي عن تايم انستنت زيرو ماشي؟ ده راندوم فاريبل، وعن تايم انستنت تاني ده راندوم فاريبل تاني. فبسميه ايه؟ اوتو كورليشن فانكشن. ماشي؟ عشان هو نفس يعني مش نفس فاريبل بس نفس البروسيس. ماشي؟ مش بنسميه correlation function علشان هو مش اتنين random variables مختلفين تماما، هو عن time instance مختلفة بس. فبقول ايه؟ بقول هو الاكسبكتيشن ما بين ايه؟ x اللي هو الراندوم variable ده عند t1 وايه؟ عند t2. تمام؟ فاكرة لما كنا بنجيب فاكرة لما كنت بقول correlation covariance هو الاكسبكتيشن of x y؟ فاكرين؟ او اللي هو الكورليشن يعني لما كنت بجيب الكورليشن ما بين اكس وواي كنت بنعمل ايه؟ بنجيب الاكسبكتيشن اوف اكس وواي، حاجه كده صح؟ تمام. عندي اكس وعندي الواي ديت، بس انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي هو الراندوم فاريبل واحد بس كل تايم انستنت عنده بي دي اف او حاجه مختلفه.
صح؟ فبقول ايه؟ بقول ان ده بسميه حاجه اسمها اوتو كوريليشن، عشان هو within الراندوم فاريبل ده او within هو بروسيس واحده، هي في الاخر كوين، مش مثلا عندي كوين ودايس عندي حاجتين مختلفين، لا انا عندي هو كوين مثلا بس ممكن يكون البي دي اف بتاعته بتغير مع التايم، فبروح اجيب حاجه اسمها اوتو كوريليشن. اوتو كوريليشن هي ريليشن ما بين الاكس عند التايم الاولاني والاكس عند التايم التاني. اوكي معايا ولا ايه؟ ده الاوتو كوريليشن فانكشن، هو شبه الايه الكوريليشن كنا بنجيبها قبل كده، بس دلوقتي عندي ايه؟ عندي يعني بدل ما كنت بجيب اكس وواي بقت الايه بقى عندي راندوم بروسيس واحده، عندي هو الكوين بس الكوين ده بي دي اف بتاعته بتتغير مع التايم، او ممكن تكون بتتغير مع التايم، فبجيب الكوريليشن ما بين عند تايم انستنت وتايم انستنت تاني، بما ان هنا بعتبر ده راندوم فاريبل وده راندوم فاريبل تاني خالص. اوكي طيب فهقول ايه هو اكسبكتيشن اوف اكس اوف عند تي واحد مع ايه مع اكس عند تي عند انستنت تاني. طيب وممكن اكتبها بشكل تاني، ممكن اقول ان هو اكس اوف تي واكس اوف تي بس بلس تاو، تاو ديت تايم ديفرنس ممكن تكون مثلا 1 يونت او 2 او 3 اند سو اون. اوكي الاثنين زي بعض. طيب تعال نشوف البروبرتيز بتاعت الاوتو كوريليشن فانكشن دي. اول حاجه الاوتو كوريليشن فانكشن عند الزيرو، لو انا حطيت التايم ديفرنس هنا بينهم زيرو، يعني حطيت التاو دي بزيرو، فالاقي ايه؟ هلاقي ان هي اكس اوف تي بعملها كوريليشن مع اكس اوف تي تاني، صح؟ يبقى اكني بجيب ايه؟ هي اكسبكتيشن اوف اكس سكوير. مين اكسبكتيشن اوف اكس سكوير ده؟ توتال باور، صح؟ صح ولا ايه؟ يبقى ده هو ايه؟ التوتال باور. طيب الاوتو طيب او بروبرتيز ديت للوايت سنس، لان ساعتها لو هي مش وايت سنس فهيبقى فانكشن في التايم، فيبقى ايه مفيش هنا تاو. الرول ده بص فين اللي كان مسألني، الرول ده ده شامل لاي حاجه، لما يطلع وايت سنس هتلاقي بروبرتيز دي متحققه، اللي هي اللي هي سواء اللي هي اللي هتلاقيها ان هي ايفن والكلام ده كله. طيب بعد كده عندي الاوتو كوريليشن عند الانفينيتي، ايه يعني لما ماشي ايه الكوريليشن ما بين مثلا راندوم فاريبل عند زيرو وعند الانفينيتي؟ المفروض ان هما يكونوا انكوريليتد، ما كل ما ببعد كل ما كانت ايه الكوريليشن بتقل، تمام؟ ايه الحاجه الوحيده او ايه الحاجه اللي تخليه يعني ماشي، خلينا نقول ان ده مثلا اكس اوف تي وده اكس اوف تي بلس انفينيتي عند الانفينيتي، ماشي؟ اقدر اقول ان هما ايه انكوريليتد، صح؟ فاكن الاكسبكتيشن هيدخل على ده لوحده وده لوحده، فيديني ده ميو ويديني ده ايه برضو ميو، فاكني بجيب مين؟ الدي سي باور بتاعي. ايه الكوريليشن ما بينك وما بين واحد في محيط الجامعه دي كلها؟ ان انتوا الاثنين موجودين في نفس جامعه القاهره، صح؟ بس انتوا الاثنين مش موجودين في نفس القسم، وانتوا الاثنين مش موجودين مثلا في نفس التخصص and so on. ايه الحاجه الكومن ما بين مثلا سيجنال عند تايم انستنت زيرو وعند الانفينيتي؟ ان الاثنين مرفوعين عند نفس الدي سي، فالاثنين عندهم نفس الدي سي باور، تمام؟ فايه فعندي الاوتو كوريليشن عند الانفينيتي، ماشي؟ بتديني ايه؟ بتديني الدي سي باور بتاعي. ايه هو المين؟ ماشي المين بتاع سيجنال هو مين؟ هو الدي سي بتاعها، صح؟ صح ولا ايه؟ طيب لو انت عملت للدي سي ده سكوير، انت عندك دي سي سورس كده عملت له سكوير، جبت مين؟ جبت الباور بتاعه، صح؟ تمام ماشي. طيب حاجه كمان عندي ايه؟ عندي ان الاوتو كوريليشن فانكشن ديت لازم تكون ايفن، مشيت يمين زي ما مشيت شمال، في الاخر هتلاقي ان ايه؟ هتلاقي ان هي ليها ايفن بروبرتي. اخر حاجه عندي ان لازم الزيرو عندي يكون اعلى من اي نقطه موجوده عندي على ايه في الاوتو كوريليشن، لان طبيعي ان يكون ايه انا اكون شبه نفسي اكتر ما اكون شبه اي حد تاني، صح؟ صح ولا ايه؟ فلازم الاوتو ولازم تكون التوتال باور اكبر من ايه من اي نقطه تانية. انتوا ساكتين ليه؟ انتوا فاهمين طيب ولا مش فاهمين ولا؟ طيب احنا بنقول ايه؟ ماشي احنا بنقول ان انا عندي الاكس اوف تي عند تايم انستنت مثلا زيرو والتاني عند الانفينيتي، فكده انا بعدت بين ايه بين التو انستنس تماما، تمام؟ فكده المفروض ان هما دلوقتي ايه انكوريليتد، تمام؟ طيب انكوريليتد يبقى ممكن افصلهم ايه عن بعض كده فرضا يعني، او ايه الحاجه ايه الكوريليشن ما بين حاجتين
بعيد عن بعض جدا ان هم يبقوا الاثنين مرفوعين عند نفس مين؟ عند نفس الدي سي، صح؟ يعني انت لو انت عندك مثلا سيجنال، اسيوم مثلا انا عندي سيجنال ايه، خلينا نقول خلينا مثلا نقول كوزاين، انت عند عارف عند الانفينيتي سيرتنلي هتبقى الرقم بتاعتها كام؟ لا صح، بس انت المتاكد منها ان انت عند ايه، عند الانفينيتي، عند الانفينيتي الانستنت دي والانستنت اللي عند الانفينيتي ديت الاثنين مرفوعين عند نفس الدي سي اللي هو في الحاله دي بكام؟ بزيرو. طب لو انا كنت رافع الكوزاين ديت عن على مثلا على واحد مثلا، اه الكوريليشن ما بين اي نقطه عند مثلا سيجنال او راندوم بروسس عند مثلا زيرو عند الانفينيتي الاثنين انكوريليتد، بس الاثنين الكوريليشن بينهم الاثنين لازم يكون عندهم نفس الدي سي، تمام؟ فده اللي هيديك مين دي سي باور، لان انا عندي اكن ده لوحده ده اندبندنت على ده، فاكني بدخل اكسبكتيشن ده لوحده ده لوحده، فده يديني ميو ده يديني ميو. طيب ايه بقى ايه البروبرتي، ايه الكونديشنز بتاعت الوايت سنس ستيشنري؟ اول حاجه ان مين لازم يكون كونستنت، لازم ما يكونش فانكشن في التايم ولا التاو ولا اي حاجه. تاني حاجه ان الاوتو كورليشن فانكشن لازم تكون فانكشن في التايم ديفرنس، بس مش فانكشن في التايم، يعني مش عشان يعني ما تكونش فانكشن عند مثلا ان انا واقفه عند واحد او اتنين او تلاتة، لا تكون فانكشن في التايم ديفرنس. فانا عارفه ان انا لو انا عندي تايم ديفرنس مثلا اتنين، خلينا تقول تايم ديفرنس كده اتنين تايم انستنت، فعارفه لو انا مشيت مثلا عند زيرو وعند الواحد هلاقي هو هو لو انا مشيت عند الواحد وعند الاتنين and so on. لازم يكون فانكشن في ايه، في التايم ديفرنس بس اللي هي التاو. نفس ال لا الاوتو كورليشن، الاوتو كورليشن ده الاوتو كورليشن هو ايه؟ بصي هو ان الكورليشن هو الشبه ما بين الانستنس ديت تكون واحده، مش البي دي اف تكون واحده، ان الانستنت هنا تكون مثلا ليها مثلا كورليشن كوفيشنت، يعني مثلا لو جيتي حسبتي الاوتو كورليشن فانكشن ديت هتلاقيها مثلا زي مثلا ان هي طلعت كام، طلعت برقم اي حاجه، طلعت بايه اوكي، عند تاو مثلا بتساوي واحد، تاو بتساوي واحد يعني ايه تايم ديفرنس بواحد، صح؟ فانتي لو وقفتي عند 0 1 هتلاقي ايه، هتلاقي الكوريليشن بينهم الرقم ده. طب لو وقفتي عند 1 و 2 هتلاقي الكوريليشن برده نفس الرقم. الناس متلخبطه ولا مين مش فاهم؟ ها ها قول ايه ليه طلعت ايفن؟ علشان هقول لك ليه. بص هي ليها بروف وغالبا انا هحطها لكم في الورق، مش فاكره احطها ولا لا في الورق، بس بس انت لو يعني هي لو هي وايت سنس ستيشنري، فانت لو مشيت كده زي ما يعني انت لو واقف هنا ومشيت كده زي ما تقف هنا وتمشي كده، هي ليها بروف في الرول نفسه، يعني ممكن تتشيك الريفرنس، بس يعني مش هدخل في البروف دلوقتي عشان بس الوقت. اوكي طيب حد عنده اي مشكله في الحته احنا قلناها؟ وبرده حته الرول ده ليه برده في بروف، وده انا متاكده ان كاتبه لكم في سكشن. ماشي دلوقتي انا جبت ايه، جبت الاوتو كورليشن بتاعت مين، بتاعت الراندوم بروسيس بتاعي. طيب انا عاوز اعرف الباور ديستريبيوشن، يعني او مثلا عندي راندوم بروسيس وعاوز اعرف عاوز اعرف الباور بتاعها، عاوز اعرف احسب لها اي حاجه. هعرف احسب لها الكلام ده ازاي؟ عاوز اشوف الديستريبيوشن بتاعت الباور بتاعتها في فريكوانسي دومين، بروح اعمل فري ترانسفورم للايه، للاوتو كورليشن فانكشن، لان انت هي في الاخر حاجه راندوم، فانت ما تعرفلهاش ايه، ما تعرفلهاش شكل في التايم دومين، يعني ما تعرفلهاش شكل ثابت عن تايم انستنت معين، فتعمل لها مثلا فورير ترانسفورم. فبنروح نعمل ايه، بنروح نجيب الاوتو كورليشن فانكشن ونروح نعمل له ايه، فورير ترانسفورم، فيديني توزيع الباور على الديفرنت فريكوانسيز. اوكي جبنا الرول ده منين؟ هتلاقي ان البروف بتاعه موجود في السكشن. اوكي في الاخر لو انا عاوز اعرف باور، يعني فاكرين لما كنت بقول لكم ايه دبليو جي ان، ليه كنا بنقول وايت، ليه بقول وايد؟ عشان الديستريبيوشن ثابت على كل فريكوانسي، صح؟ اسيومين ده فريكوانسي كده، صح كده؟ طب جبنا منين الديستريبيوشن بتاعها ثابت ده؟ رحنا جبنا الاوتو كورليشن بتاع النويز، لقينا الاوتو كورليشن بتاع النويز هو ايه، هي انكورليتد، كل نقطه ملهاش علاقه بالثانيه، صح؟ ماشي، بما انها كل نقطه ملهاش علاقه بالثانيه، فهنلاقي ان الاوتو كورليشن فانكشن بتاعتها دلتا عندها باور لكن ما عندهاش ايه، ملهاش كورليشن، يعني تقف عند النقطه دي تلاقيها ملهاش علاقه بالنقطه دي، ملهاش علاقه بالنقطه دي، and so on. الكورليشن
بزيرو. فتلاقي في الاخر وصلت دلتا، دلتا دي ما تيجي تعمل لها ترانسفورميشن تديك ايه كونستنت باور عند كل الفريكوينسيز. اوكي طيب تعال نبص على تعريف الحاجه اللي بعدها. يبقى احنا عرفنا ايه الواي سنس ستيشنري، ان المين كونستنت، والاوتو كورليشن فانكشن ايه فانكشن في التاو بس. هي ليه دلتا؟ عشان هي ان كورليتد. هتلاقي عند كل تايم انستنت، مثلا لو انت بتجنريت نويز مثلا عند انستنت 0 وعند انستنت 1 هتلاقي ان هما ما لهمش علاقه ببعض، ان كورليتد. هي ايه علاقه ايه بايه يعني؟ هنا uncorrelated. تعالى نبص كده على الديفينيشن بتاع الاوتو كورليشن، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا بضرب ده في ده. طب لو هما uncorrelated هقدر اقول ايه؟ او هما مش معتمدين على بعض، هقدر اقول ان هو expectation of x في ده لوحده، وهو ده المين بتاعها اصلا بزيرو، صح؟ فعند اي عند اي تاو هلاقي دايما الكورليشن ايه؟ اكني بضرب مين في مين، وهي اصلا مين بتاعها بزيرو، ففي الاخر هيبقى بزيرو. بس الا عند ايه؟ الا عند الـ x of t مضروبه في x of t زيها، فهي نفسها بتديك ايه الباور بتاعها، فهيديك دلتا بس عند زيرو تاو بزيرو، وعند كل تاو بعد كده هي uncorrelated، فتلاقي ايه نقدر افصله. اوكي هي هي uncorrelated، فمفروض ان هي expectation x y هي ايه؟ هي الميو x. يعني انت لو انت عندك الكوفارينس ده بزيرو هلاقي ايه؟ هلاقي expectation x y هو الميو x في ميو y، تمام؟ وانت عندك الميو x بزيرو، صح؟ مش هي زيرو مين النويز زيرو مين، فده بزيرو وده بزيرو عند ده عند تايم انستنت معين، وده تاني تايم انستنت تاني. لا ده هنا، لا ده جنرال رول، انا بتكلم عن النويز نفسها. النويز المين بتاعها بزيرو، الا لو انت قايل ان النويز بتاعتك المين بتاعها بواحد. يعني اكس اوف تي واكس اوف تي بلس تي، ومش هي دي عباره عن نويز برضه؟ فين القانون ده؟ طبعا طبعا بتعبر عن النويز. يعني هقدر اقول ان هي بزيرو في حاله النويز بقى. انت لسه قايله ايه؟ انت لسه قايله ان هما طالما uncorrelated يبقى expectation x و y اللي هي expectation t واحد و t يعني او x of t و x of t plus tau الاثنين دول ممكن افصلهم، فيديني ايه الميو بتاعت الايه عند t بواحد ديت، فمضروبه في ايه؟ في الميو عند ايه؟ عند t بالظبط. والاثنين المين بتاع النويز بكام؟ احنا اصلا قايلين ان هو بزيرو، فانا عارفه ان المين عند النقطه ديت والنقطه دي بزيرو، فاهماني؟ فيبقى هي بس يعني تطبيق للرول بس مش اكتر. طيب ماشي. طيب نيجي بعد كده نعرف حاجه اسمها ارجادك بروسيس. ايه الارجادك بروسيس ده؟ هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان التايم مين بيساوي الاستاتستيكال مين. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي ويف فورم واحده وخدت الافريج بتاعها كده هلاقيه ايكوال للافريج بتاعي لو انا واقف عند تايم انستنت معين وخدت الافريج كده. التايم هو الارجادك بروسيس عندها تو كونديشنز. بتقول لي اول كونديشن ان التايم مين بيساوي الاستاتستيكال مين. يعني ايه تايم مين؟ يعني انا لو عندي ويف فورم واحده كده وخدت لها الافريج وذ ريسبكت للتايم ده، ماشي، هلاقيه هو لو انا واقف عند تايم انستنت واحد واخد على افريج على الانسامبل بتاعي. تاني يعني انا زي هنا مثلا عندي هنا واحد وزيرو وواحد وزيرو اند سو اون، وهنا برضو عندي ويف فورم. لو انا واقف عند تايم عند ويف فورم واحده وعملت افريج على التايم اكسس ده فجمعت ده كده، يعني مثلا جمعت واحد بعد كده نيجاتيف واحد واحد نيجاتيف واحد نيجاتيف واحد كده وقسمت على عددهم عملت افريجنج، يبقى انا كده بجيب تايم مين، تمام؟ ماشي. يبقى انا ماشيه ايه على التايم اكسس، يبقى انا بجيب تايم مين. نظام اللي هي الاستاتستيكال مين هي مين؟ هي ان انا امشي على ان انا امشي على راندوم فاريبل بتاعي. طيب ومين الراندوم فاريبل بتاعي؟ ان انا اثبت التايم، فانا هقف عند تايم انستنت معين كده وافرج على مين؟ على كل الاوتكمز عند تايم انستنت معين عند الراندوم فاريبل. اوكي ها ما هو ده بقى لو هي ارجادك بروسيس تبقى لا ثانيه بس يعني ايه ثابت؟ ما هو لو هو
طبعا مش انت عندك ده في الاخر ليها اكويشن، لو انت عملت افريجنج على التايم لازم ان ده يديك هو ده هو ده هو ده، لازم يديك هو كله زي بعضه يعني، تمام ولا ايه؟ ماشي. هنا بافريج، يبقى هنا بافريج على التايم، هنا بافريج على مين؟ على الراندوم فاريبل بتاعي، تمام. طيب التايم اوتو كوريليشن، عشان دي رخمه شويه والناس تركز معايا عشان ده البروجكت بتاعكم، يعني انت هتعمله مره تايم مين ومره ستاتستيكال مين، بس مش يوزنج ذا رول، يوزنج الكلام اللي انا بقوله ده، ان انت هتافرج مره كده مره هتافرج كده، والاوتو كوريليشن نفس الفكره. طيب عندي تي لما بتكون ايكوال زيرو مثلا، سي ان انا عندي اللي هي البيتس مثلا، هيبقى عندي واحد، خلينا نقول اي حاجه كده، اوكي ماشي. اي عندي كذا رياليزيشن او كذا واي فورم وعاوز اجيب التايم اوتو كورليشن والاستاتستيكال اوتو كورليشن، هعمل ايه؟ خلينا نقول بس الاستاتستيكال الاول عشان ايه، هي بتبقى يعني اسهل شويه. طيب انا بعمل ايه؟ بعمل اكسبكتيشن او بافريج على مين؟ بضرب اكس عند تي واحد واكس عند تي او تي وتي بلس تاو، وبعمل ايه؟ بعمل افريجنج بس على الراندوم فاريبل بتاعي. فهقف هنا كده ماشي، هضرب ايه؟ هضرب ده فعند تاو مثلا بتساوي واحد، فانا واقفه هنا كده، ده التاو بتساوي واحد، اوكي؟ هضرب النقطه دي في النقطه دي، واضرب النقطه دي في النقطه دي، واضرب النقطه دي في النقطه دي، واجمع واقسم على عددهم. كده جبت ايه؟ الستاتستيكال اوتو كورليشن. طب عند التاو بتساوي اتنين، هقف فين؟ هضرب النقطه دي في ايه؟ هقف هنا بقى. هضرب النقطه دي في النقطه دي. ما هي تي في تي بلس تاو، صح؟ وهنا تي في تي بلس تاو، هنسوق عنه ايه؟ واجمعهم واقسم على عددهم. طيب التاو بتساوي زيرو، يبقى انا هقف فين؟ هقف عند نفسها واضربها في نفسها، وايه؟ برضو بجمع واقسم على عددهم. ده مين؟ statistical autocorrelation. انا في الاخر بجمع ازاي؟ بجمع كده، بضرب في التايم بس بجمع كده، تمام؟ طيب التايم اوتو كورليشن بقى، انا بافرج على التايم، صح؟ يبقى انا هقف فين؟ هقف عند ويف فورم واحده، واقول ايه؟ واقول ان انا عندي سي مثلا اول تاو بتساوي زيرو، تاو بتساوي زيرو، هعمل ايه؟ هضرب دي في نفسها ودي في نفسها ودي في نفسها ودي في نفسها، واجمع على عددهم. طيب التاو بتساوي واحد، يبقى هضرب دي في دي، صح؟ وبعد كده هضرب دي في اللي جنبها، همشي بويندو 1 السايز بتاعه 1 على كل ايه؟ كل الوي فورم، كل الديستنس بينهم واحد، وايه؟ واضرب مثلا انستنت دي في دي، وبعدين دي في دي، ودي في دي، ودي في دي، وايه؟ واجمع واقسم على عددهم. وبعدين اخد التاو بتساوي 2، فهضرب دي في ايه؟ في دي، صح؟ وبعدين اخد دي واخد اللي بعدها بايه؟ ب 2، وبعدين اخد دي واللي بعدها ب 2، واجمع واقسم على ايه؟ على عددهم. يبقى انا طول ما انا لخبطتكم بالظبط. لا، لو انا زي مثلا خدي ويندو معين، خدي تاو معينه مثلا، تاو بكام؟ ثلاثة مثلا، ماشي. ثلاثة يعني ايه؟ يعني هتاخدي كل السامبلز اللي عندك اللي الديستنس بينهم او المسافه بينهم او ديوريشن بينهم 3 سكندز. فعندي هنا اللي هي عن تايم 0، هيبقى عندي فين بعد 3 سكندز؟ هيبقى عندي 0 اهي، وبعد كده 1 2 والثالثه، فهضرب دي في دي. طيب والتي عند 1 فين بعد 3 سكندز؟ اللي هي عند الاربعه دي، فهضرب دي في دي.
طب وبعد كده هقف عند الاثنين، لو في حاجه اكتر من كده هروح ضربه فيها واجمع واقسم على عدده. فانا كده مشيت ايه مع التايم. اوكي ها. اه طبعا فيها تاو ايكوال زيرو، هيبقى ايه؟ هيبقى الزيرو مع نفسها تضربيها في نفسها، وبعدين الواحد تضربيها في نفسه، اثنين تضربيها في نفسها، ثلاثة تضربيها في نفسها، أربعة تضربيها في نفسها، وتجمعي ايه؟ يعني ايه؟ الاستاتيستيكال؟ ما احنا ما انا ضربتها في نفسها بس جمعت كده. مرة بجمع كده لو هي الاستاتيستيكال، لو بجمع على التايم يبقى ايه تايم؟ تايم ليه؟ ده في حالة ان التاو بتساوي واحد، لكن لو التاو بتساوي زيرو هيبقى ايه؟ هيبقى دي في نفسها ودي في نفسها ودي في نفسها. اه على حسب التاو. هيا يا اسلام. وبعدين بنزود التاو، يعني عن تاو بتساوي زيرو، بعدين واحد، بعد كده اتنين، بعد كده تلاتة. لا بتأفرج على العدد اللي انت بتجمع عليه. ليه بنكمل على التاو؟ لا ثانيه بس، ده في حاله انهي واحده فيهم؟ لا مش تاو تايم، لا اهي بكمل على التي. التاو ده تايم ديفرنس. هنا لا، هنا ده تي اللي انا كاتباه ده. طيب انا كاتباه غلط. ها انا مقارن بينهم على التاو معينه. انا هرس انا في الاخر اوتو كورليشن هي فانكشن في مين؟ المفروض تكون لو هي وايت سنس ستيشنري يعني تكون فانكشن في التاو. فانا برسم هنا تاو وهنا الار اكس اوف تاو، فانا بقف عند التاو بتساوي زيرو، بعدين تاو بواحد، تاو اتنين، تاو تلاته، تاو اربعه. لو حصل ده تبقى اسمها ارجوتيك بروسس. لو التو كونديشنز دول متحققين يبقى انا ايه؟ يبقى دي ارجوتيك بروسس. يعني ايه ارجوتيك بروسس بقى؟ من الديفينيشن بتاعها كده او الكونديشنز بتاعتها، ان انا لو مشيت كده زي ما همشي كده صح، يبقى انا مش لازم اجنريت كل الرياليزيشنز دي صح، يكفيني ساعتها وان واي فورم اقدر اعمل عليه، اقدر اكستراكت منها مين الاستاتستكس بتاعت ايه الراندوم بروسس ده. وفرت عليا ولا لا؟ وفرت عليا صح. هبص ساعتها على مين؟ على ويف فورم واحده، وهي دي اللي تقدر تجيب لي ايه كل الستاتستكس اللي انا عاوزاه. تمام. بالظبط. اه ها هنا. لا ما هي التاو ديت هو انا كاتباها زيرو او كاتباها واحد او كاتباها اتنين. تاو دي رقمها كام؟ يعني انا لو عندي تاو معينه مثلا هسيبها تاو اتنين، مش هسيبها تاو ثلاثه ولا اربعه. هي اصلا الاوتو كورليشن انت بترسمها، بترسم الاوتو كورليشن ود التاو، فانت لازم تروح تحسب عند كل نقطه. يعني ده هيطلع لك في الاخر مثلا لو هو ارجودك، يعني هيطلع لك فانكشن في مين؟ هيطلع لك فانكشن في التاو. ترسم ديت ود ريسبكت للتاو هيطلع لك الاوتو كورليشن، وده اللي تعمله ايه فورير ترانسفورم، فيديك الايه الباور اللي هي الباور سبكترال دنسيتي. لو طلع ده زي ده وطلع ده زي الاكسبكتيشن اوف اكس اوف تي، اللي هو لما كنت فاكره اكسبكتيشن اكس تي ده كان بيبقى ازاي، هو الانتجريشن على الاكس على الاكس ماشي، تضربيها في ايه في الـ في الـ في البي دي اف بتاعتك وتعملي انتجريشن عليها. طيب تعالى ناخد اكزامبل كده قبل ما ندخل على اخر حته دي. طيب انا عندي ايه دلوقتي؟ عندي راندوم بروسيس بتاعتي بتقول لي ايه؟ عندي A كوزاين اوميجا سي تي، اوميجا سي تي بلس ثيتا، ولان الثيتا دي راندوم فاريبل من ايه؟ من 0 لحد 2 باي. عاوز اجيب الاوتو كورليشن وعاوز اجيب المين، بعد كده تجيب لي الستاتستيك التايم مين والتايم اوتو كورليشن. الناس تبدا كده. انا عاوزه التايم مين واوتو كورليشن والستاتستيكال مين واوتو كورليشن. تعرفوا تعملوها لوحدكم ولا اعملها؟ انا
هتعمل واحدة عشان نجيب بس الغطا. ده التايم مين، ده التايم مين، وده التايم اوتو كوريليشن. طيب تعالوا نبص، تعالوا نعملها كده مع بعض وبعد كده اسيب لكم اللي بعدها. طيب اول حاجه خلينا ناخد الاستاتستيكال مين مثلا، عشان ايه احنا اوريدي كنا شغالين بالحاجات دي قبل كده. طيب expectation of x of t ماشي، هي مين؟ هي الانتجريشن. مش احنا قلنا اي حاجه جوه الاكسبكتيشن باخدها اضربها في البي دي اف بتاع راندوم فاريبل وكمل عليها، يبقى هاخد دي كلها تبقى عندي ايه، كوزاين اوميجا سي اوف تي بلس تيتا، كل ده مضروب في البي دي اف. مين البي دي اف؟ 1 على 2 باي مظبوط، وهكمل من فين لفين؟ من 0 ل 2 باي، ما ده ستاتستيكال يعني على الراندوم فاريبل صح؟ دي تيتا ستاتستيكال، بكامل على مين؟ على راندوم فاريبل. اوكي طيب هيبقى عندي ده ايه؟ هيبقى عندي ده ايه؟ على ال 2 باي ساين اوميجا سي اوف تي بلس تيتا على واحد، مفيش حاجه ماشي، من فين لفين بقى؟ من 0 لحد 2 باي. طيب ده هتيجي تعوض كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان ده ساين اوميجا سي اوف تي بلس 2 باي ماينس ساين اوميجا سي اوف تي بلس 0، الاثنين زي بعض تديك ايه في الاخر؟ تديني ايه؟ 0. طيب ده اول حاجه uniform distributed من 0 ل 2 باي، فاليونيفورم ديستريبيوشن دي تبقى عامله ازاي؟ تبقى شكلها كده من 0 ل 2 باي، والامبليتيود بتاعها عشان الاريا تبقى بواحد تبقى ايه؟ 1 على 2 باي. تمام؟ لا مش لازم طبعا. فين؟ لا كنت بتكلم عن النويز. النويز انا ببقى معرفها ان ايه؟ ان هي 0 مين وفارينس كذا. فبقول لك في حاله النويز هي المين بتاعها بزيرو. اه لكن في العادي هتشتغلي عادي بالرول ده. طيب تعالوا نبص كده على الاوتو كورليشن فانكشن، هي اكسبكتيشن اوف اكس اوف تي في اكس اوف تي بلس تاو، عاوز تكتبها تي 1 وتي 2 مش مشكله. طيب هيبقى ايه؟ هي الانتجريشن على هناخد اللي جوه الاكسبكتيشن وايه ونضربه في البي دي اف ونكمل عليه صح، لان ده statistical عادي زي اللي كنا بنشتغل بيه قبل كده. هيبقى عندي a سكوير كوزاين اوميجا سي اوف تي بلس تيتا في كوزاين اوميجا سي اوف تي بلس تاو بلس تيتا دي تيتا، وعندي هنا ايه؟ 2 باي بار، وهنا من 0 ل 2 باي صح كده؟ ها تمام. طيب كوزاين بتفك تبقى ايه؟ نص بالظبط، نص كوزاين مجموع وايه بلس كوزاين الفرق، يبقى عندي نص مجموع، او خلينا ناخد الفرق الاول، الفرق هيديني ايه؟ الفرق هيديني كوزاين اوميجا سي اوف تاو صح كده، والسم كوزاين 2 اوميجا سي اوف تي بلس اوميجا سي اوف تاو بلس 2 تيتا دي تيتا. فعندي ده هيبقى ايه؟ هيبقى ايه سكوير على الاربعة باي صح، وهكمل ده. ده مش فانكشن في ثيتا صح؟ صح ولا ايه؟ فده هيبقى هيديني بره ايه؟ ثيتا كوزاين اوميجا سي اوف تاو. هجمع عليه مين؟ هجمع عليه اللي هو ساين البراكت ده، وهقسم على مين؟ هقسم على الاثنين صح؟ برضو من ايه؟ من 0 ل 2 باي. طيب ده هيبقى بايه؟ الترم ده نفس اللي فات بزيرو صح؟ فده يديني ايه؟ زيرو، وده هيبقى عندي من زيرو لاتنين باي ومضروب في ايه؟ في ايه سكوير على الاربعة باي بره، ده يديني اتنين باي صح؟ فممكن اشيل ده مع ده ويديني تحت ايه اتنين، فيديني ايه؟ ايه سكوير على الاتنين. سوري كوزاين صح. طيب تعالى نبص كده الكلام ده لوجيك ولا لا، حط كده الايه تاو بزيرو هتديك مين؟ اي سكوير على الاثنين، مش ده التوتال باور بتاع الكوزاين اللي احنا كنا عارفينه قبل كده ولا لا؟ يبقى الكلام ده صح تمام كده. ها
تاني نبص كده احنا بنعمل ايه الاستاتستيكال يبقى بكمل على مين على الراندوم فاريبل بتاعي فبعوض عادي في الرول لو عندي اكسبكتيشن اوف اكس اوف تي باخد اكس اوف تي دي اللي هي الراندوم بروسيس بتاعتي ايا كان الفانكشن بتاعتها شكلها عامل ازاي فيها تي ولا شكلها عامل ازاي باخدها زي ما هي كده هضربها في البي دي اف بتاعه الراندوم فاريبل واكمل على الراندوم فاريبل زيها في الايه في الاوتو كوريليشن الاوتو كوريليشن هعمل ايه هيبقى عندي اكس اوف تي في اكس اوف تي بلس تاو بشيل كل تي واحط مكانها تي بلس تاو واضرب التو تيرمز في بعض وبرده بكمل على مين على ثيتا مش بكمل على التايم التايم بالنسبه لي في الحاله دي ثابت اوكي طيب بما انه طلع هنا الاوتو هنا طلع المين كونستنت وطلعت هنا ايه ده فانكشن في مين في تاو يبقى دي ايه دي ايه وايت سنس ستيشن تمام وايت سنس ولا لا تمام ماشي طيب جربوا بقى كده تايم مين التايم مين خلاص خلينا اجرب التايم مين خلينا اجرب انتوا تجربوا هخليكم تحلها يعني حاجه لوحدكم بقى طيب التايم مين التايم مين انا بعمل ايه بعمل انتجريشن على او بكامل على مين على التايم فانا عندي ايه عندي هي اكس اوف تي ديت هيبقى ايه ليميت لما تي تنس تو انفينيتي واحد على تي انتجريشن اي كوزاين اوميجا سي اوف تي بلس تيتا دي تي ده دلوقتي بقى ايه بقى تايم تمام هانتجريت على التايم هتديني ايه هتديني عندي ايه على تي برا وهنا ليميت لما تي تنس تو انفينيتي وهتديني ايه ساين اوميجا سي اوف تي بلس تيتا على الاوميجا سي صح من 0 ل 2 باي ايه سوري من 0 ل تي تمام طيب تعالى نعوض كده هيبقى عندي ايه هيبقى عندي ساين اوميجا سي اوف تي كابيتال بلس ثيتا ماينس ساين ثيتا اوميجا سي وعندي تي وعندي هنا ايه بره كل ده ليميت لما تي تنسو انفينيتي حاجه قسمتها على انفينيتي لو عاوز تعملها من نيجاتيف تي تي اعملها بس ساعتها دي هتبقى 2 تي بس مش فارقه يعني عاوز تعملها كده تقسم على تي بره هنا تعملها كده تقسم على 2 تي بره عاوز تعملها يعني نيجاتيف تي على 2 لتي على 2 اي حاجه خد اي انترفل مش مشكله طيب عندك ده ايا كان الفاليو بتاعته في الاخر هتفضل وذين ايه ده هيبقى من نيجاتيف 1 ل 1 وده زيه صح ففي الاخر هقسم على حاجه بانفينيتي تديني ايه زيرو صح صح ولا ايه طيب يبقى كده ايه كده المين بتاع الاستاتستيكال زي المين بتاع ايه بتاع التايم صح ندخل على اللي بعديه عندي الايه التايم اوتو كوريليشن هيبقى عندي برضو ايه تايم اوتو كوريليشن فانكشن هيبقى ليميت لما تي تنس تو انفينيتي واحد على تي انتجريشن من زيرو تي وعندي اي سكوير كوزاين اوميجا سي اوف تي بلس تيتا مضروبه في كوزاين اوميجا سي اوف تي بلس تاو بلس تيتا دي تي هفكها بالظبط زي ما ايه ما فكيت الثانيه فتديني ايه هيديني عندي هنا اي سكوير على تي ليميت لما تي تنس تو انفينيتي وعندي نص كوزاين الديفرنس اللي هي اوميجا سي اوف تاو بلس كوزاين الصم تمام الصم ده هيديني ايه هيديني نفس الترم ده صح بس مقسوم على اوميجا سي مقسوم على 2 اوميجا سي صح وبرده هو هيبقى مقسوم على التي اللي هي بتنس تو انفينيتي فانا عارفه ان الترم ده هيبقى بكام لما اجي اعمل له انتجريشن ده هنا في انتجريشن دي تي انا عارفه الترم ده بعد انتجريشن هيبقى بزيرو فاضلي مين فاضلي ده مش فانكشن في التي اصلا فهيبقى ايه بره هيبقى عندي تي كوزاين اوميجا سي اوف تاو صح وعندي هنا ايه اي سكوير على الاثنين تي وده من زيرو لتي ده هيروح مع التي اللي هنا صح فمفيش تي تنس انفينيتي خلاص هيبقى فاضلي ايه هيبقى فاضلي ده يبقى ايه اي سكوير على الاثنين كوزاين اوميجا سي اوف تاو كده طلعت ايه طلعت التايم مين هو مين الاستاتستيكال
لا تي اي تي اه عشان في حاجات ما تبقاش بريودك هتلاقي في حاجات مش بريودك اه ليه بتاخدي عشان تاخدي الباور ده قانون باور اصلا ماشي بس انا يعني هنا لما تحطي الاوتو كورليشن مش احنا قلنا لو تاو دي بزيرو هتديك الباور بعد كده بقى اعمل ايه بقعد يعني اكيد بشوف الكورليشن فبضرب دي في دي ودي في دي اند سو اون فهي هي نفس الرول بتاع الايه الاوتو كورليشن بس بدل ما بافرج على الانسامبل كده بافرج على ايه على التايم كده تمام فهنا طلع لي ايه طلعت ان فعلا البروسيس دي ايه ارجودك صح يبقى اول حاجه عرفناها كانت ان هي وايت سنس ستيشنري تاني حاجه عرفتها ان هي ايه ارجودك طيب ورقه وقلم بقى يلا وحلو دي مين بيكلم الايه بيقول لك ان الاوتو كورليشن تكون فانكشن في التاو مش تي وتاو اهي ايه سكوير اوميجا سي تاو فين التي لقيت تي بلس تاو مثلا صح عارف لو كان الترم ده ما راحش كان ساعتها هتبقى مش وايت سنس تبقى فانكشن في التايم وهتلاقي حاجات كده في الشيت هتلاقي حاجات مش ستيشنري يعني في حد مش فاهم حاجه لا ما لهمش علاقه ببعض اول حاجه عايز الراندوم بروسيس سكتش مش هو يعني لو هنرسم الانسان كده فهنرسم شويه ويف فورمز مع التايم وكل ويف فورم فيهم هيبقى ليه يعني فاليو كي مثلا ايا كانت ماشي بس حط ارقام يعني حط مثلا مره نيجاتيف 1 ومره 1 ومره نص مره كده يعني مره 0 اي حاجه طيب ماشي اللي بعده المين بتاع الراندوم فاريبل ده فاكسبكتد فاليو بتاع اكس اوف تي المفروض اكس اوف تي ده يونيفورم ف اوكي في نص لو يعني البي دي اف بتاعته دي كي نيجاتيف 1 1 فهنكمل على كي هتبقى كي سكوير اوفر 4 نيجاتيف 1 1 هي تبقى 0 يعني ربع ماينس 4 ماشي تمام بعد كده الكورليشن فانكشن المفروض هتبقى ار اكس اوف تاو مثلا اللي هي expected value بتاعت x of t x of t plus f فده integration k k squared half dk negative 1 1 هيبقى k power 3 over 6 negative 1 1 فهتبقى 1 over 6 minus 1 over 6 فهتبقى 2 7 2 ماشي البروسيس دي المفروض ان هي وايت سنس ستيشنري عشان المين بتاعها ب 0 الاوت كورليشن بتاعها يعني المين كونستنت الاوت كورليشن مش بيعتمد على التايم بالظبط والباور المفروض الباور اللي هو الاوتو كورليشن اوف زيرو ده توتال باور فهنا هي هتبقى توتال ماشي مظبوط ميرسي يا اسلام طيب زي ما هو قال كده اول حاجه لما بيتكلم على الانسام ماشي بيتكلم على ان انت ترسم كذا ويف فورم وتروح تعوض في الايكويشن يعني مش لازم الايكويشن تطلع لك كده ممكن تطلع لك اي مثلا سي بلس بي وان مثلا ده راندوم فاريبل ده راندوم فاريبل اي حاجه بعد كل مره هتعوض مثلا بحاجه ودين الرينج بتاع كل واحد فيهم وترسم لي ستريت لاين مثلا اوكي او مثلا يبقى حاجه كونستنت والتاني فاريبل ايا كان فتروح ترسم لي ايه ويف فورمز كتير وتعوض ودين الرينج بتاع كل راندوم فاريبل حلو كده
طيب وبعد كده بيقول لي عاوز ايه المين والاوتو كورليشن. طالما ما قالكش تايم مين او ما قالكش تايم اوتو كورليشن وهو بيتكلم على الاستاتستيكال تمام، لان احنا اصلا لما كنت بعرف المين وبعرف الفارينس والحاجات دي كلها كنت بعرفها على ايه، على الراندوم فاريبل، كنت بكامل وذ ريسبكت للراندوم فاريبل. فنفس الفكره هنا هعمل ايه، هو عمل اكسبكتيشن على الاكس اوف تي، مين الراندوم فاريبل بتاعك دلوقتي؟ هو كي، هو مش ثيتا، مفيش ثيتا هنا ولا في اي ولا بي ولا اي حاجه، هو عندك مين الراندوم فاريبل؟ هو كي. الديستريبيوشن بتاعه ايه؟ الديستريبيوشن بتاعه يونيفورم ديستريبيوتد من نيجاتيف 1 ل 1 تمام، يعني ترسمه كده من نيجاتيف 1 ل 1 الامبليتيود بتاعه ايه؟ هو بي ماينس اي على 1 على بي ماينس اي اللي هو ايه؟ 1 على الاثنين تمام. فهتيجي تعمل ايه؟ تبقى عندك الكي في نص والكامل على الراندوم فاريبل بتاعك، ما تلخبطش نفسك ماشي، بتكامل على مين؟ على الراندوم فاريبل. روح دور مين الراندوم فاريبل بتاعك دلوقتي وكامل وذ ريسبكت لي تمام. طيب كملنا طلع ايه؟ طلع بزيرو ماشي. طيب بعد كده عندي ايه الاوتو كورليشن فانكشن، عندي بضرب بعمل اكسبكتيشن اكس اوف تي في اكس اوف تي بلس تاو، فعندي ده بيديني كي وده بيديني كي، وهضرب ده كله في ايه؟ في البي دي اف بتاعه الكي، فيطلع لي زي ما انتم شايفين كده 1 اوفر 3، فهو مش فانكشن في التايم تمام، فده اللي بيخليه ايه؟ وايت سنس ستيشن تمام. طيب بعد كده عاوزه التوتال باور بتاعه، التوتال باور هو احنا قلنا عند مين؟ عند الار اكس اوف 0 صح، اللي هي اكس اوف تي في اكس اوف تي، فيديني ايه 1 اوفر 3 برده. حلو كده. طيب تعال نبص على السؤال اللي بعده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكس وواي دول ار ذا اوتبوت ويف فورمز اوف تو اندبندنت ترانسميترز، وعندي اليو اوف تي متعرفه هي سم اوف اكس اوف تي في واي اوف تي بلس واي اوف تي، وعندي في اوف تي هي 2 اكس اوف تي بلس 3 واي اوف تي، وعاوز الاوتو كورليشن فانكشن بتاعه اليو بتاعه الفي وبتاعه اليو في وبتاعه الفي يو. اوكي ده بنسميهم ايه؟ دول بنسميهم كروس كورليشن، ده كده اسمهم ايه؟ كروس كورليشن. طيب تعالوا نشوف بقى نحلها ازاي. طيب اول حاجه ناخد ايه؟ ناخد اكسبكتيشن اوف او اللي هي اوتو كورليشن اوف اليو، هتديني ايه؟ هتديني اكسبكتيشن اوف يو اوف تي في يو اوف تي بلس تاو صح؟ فهعمل ايه؟ هروح اعوض على كل واحده فيهم، هتديني اكسبكتيشن اوف، هو حد متضايق من القلم الاخضر؟ اغيره. مين اللي بيقول ماشي ماشي؟ هيبقى عندي x of t plus x plus y of t هيتضرب في ايه؟ x of t plus tau في y of t plus tau تمام؟ هنضرب التو براكتس دول هيدوني ايه؟ هيدوني expectation of x of t في x of t plus tau plus x of t في y of t plus tau plus y of t في x of t plus tau، واخر حاجه y of t في y of t plus tau تمام كده. هدخل expectation على كل واحد فيهم ماشي، هو عاوزني ايه؟ اجيبها as in terms of ال r x of tau و y r y of tau. طيب هدخل ده هيديني مين؟ r x of tau صح؟ expectation x of t في x of t plus tau هو مين؟ هو الاوتو كورليشن بتاعت الاكس. طيب هنا هو قال لي ايه؟ ان هما independent صح؟ فالاكس مضروبه في الواي، ممكن افكهم الاثنين عن بعض، يبقى expectation of x في الايه؟ في expectation of y. وبما انهم white sense stationary او بما اننا بنتعامل مع white sense stationary، بما اننا عرفنا ال rx of tau يبقى هو white sense stationary صح؟ مش function في التايم ماشي؟ فاقدر اقول ايه؟ ان هو ده ايه؟ ده المين، المين هنا بيساوي المين بتاع الاكس اوف تي لوحدها، سوري الواي اوف تي لوحدها صح؟ اه ايه علاقة الاندبندنسي بين ان المين بزيرو؟ لا الكوفاريانس بيقول لك ان اكسبكتيشن اكس واي بيساوي اكسبكتيشن اوف اكس في اكسبكتيشن اوف واي صح؟ ما الكوفاريانس هو اصلا ايه؟ هو اكسبكتيشن اوف اكس واي ماينس ميو اكس ميو واي صح كده؟ ده لو ساويته بزيرو هيديني ان ده بيساوي ميو اكس لوحدها في ايه؟ في ميو واي، اكني دخلت على كل ترم لوحده تمام؟ طيب فده هيبقى ايه؟ هيبقى ده ميو اكس في ميو واي، لان انا عندي ايه؟ المين ثابت اكروس التايم،
فواقف عند تاو بزيرو زي واقف عند تاو بواحد اتنين تلاتة انسوهم بما انه وايت سنس ستيشن. لا ده عشان هو وايت سنس ستيشن. وايت سنس ستيشن بيقول ان مين كونستنت صح؟ طيب وهنا زيه هيبقى عندي ميو واي في ميو اكس واخر حاجة عندي ار واي اوف تاو. طيب حد يقولي كده ممكن اكتب بلاش ممكن اكتب ده ازاي خلاص ده ماشي كنت يعني كنا هنقول بس ان ده ممكن اكتبه بشكل تاني غير الميو ميو بس لقيت نفسي هندخل في عشان احنا لسه معرفين ان الار اكس اوف انفينيتي هي الميو سكوير فلو خدت سكوير روت هتديني مين هتديني مين لو هو عاوز اكتبها بس ان تيرمز اوف ايه اكس اوف تاو اوكي. طيب ندخل على اللي بعديها الار في اوف تاو نعمل نفس القصه بالظبط صح بس نتأكد من حاجه ماشي. طيب انا عندي الار واي اوف تاو سوري الار في اوف تاو بقى نفس الفكره بالظبط صح بس عندي ايه هنا عندي 2 اكس 3 واي صح هيبقى عندي 2 ماشي 2 اكس اوف تي بلس 3 واي اوف تي هضربها في ايه في 2 اكس اوف تي بلس تاو بلس 3 واي اوف تي بلس تاو هتديني نفس الفكره بس ايه كوفيشنتس مختلفه صح مش محتاجه اعملها صح. طيب نيجي لده نيجي لمين للار يو اوف يو في هو في واي ليه طالبهم الاثنين ما ممكن ليه الاثنين مش واحد ايه كروس كوريليشن يعني ايه يعني هقول ان ده اول حاجه مثلا اللي هي الار يو في اوف تاو ده اكسبكتيشن اوف يو اوف تي في في اوف تي بلس تاو اما الار في اوف يو اوف تاو هي اكسبكتيشن اوف في اوف تي في يو اوف تي بلس تاو. بصوا هو هنا هيطلعوا الاثنين زي بعض بس ده مش اليوجوال ده مش قاعده مش لازم الاثنين يبقوا شبه بعض يعني ماشي عشان انت لو عندك مثلا عندك حاجه شكلها عامل كده مثلا وحاجه شكلها عامل كده انك تشفت ده وتمشي كده غير انك تشفت ده وتمشي بيه كده هتلاقي ان الارياز مختلفه هنزل لكم يعني ممكن انزل لكم فيجر بده اوكي بس الاثنين مش شبه بعض اوكي بس هنا في الاكزامبل ده هتلاقي ان هما ايه بيدوك نفس الحاجه بس ده سبيشال كيس مش ده دايما الكيس يعني. طيب ماشي هعمل ايه هعمل نفس الفكره بس ايه مره عندي يو ومره عندي في هيبقى عندي مثلا خلينا نقول ده كده هيبقى expectation of a of x of t plus y of t مضروبة في 2 x of t plus tau plus 3 y of t plus tau تمام وبرضو هدخل ايه على كل ترم كده واعمل نفس اللي عملته صعبة ولا نعملها مين عاوزنا نعملها ها نعملها؟ تمام؟ ماشي ندخل في مسألة رخمة شوية حاجة شوية أتقل كده هنا بيقول لي إيه بقى؟ أو خلينا ناخد دي وبعدين دي أوكي؟ دي سهلة أوي دي بتقول لي إيه؟ بتديني الأوتو كوريليشن عندي اتنين راندوم بروسيس ماشي؟ ومديني الكوريليشن ماتريكس بتاعتهم فده هو الأوتو كوريليشن مثلا بتاع الإكس وده بتاع الواي وده كروس كوريليشن هو يو مثلا في وده في يو زي ما احنا كنا لسه جايبين وده اليو مثلا وده الفي اوكي وعاوز يقول لي جيف ريزنز واي ذس كان بي ا كورليشن ماتريكس ليه ده ما ينفعش يكون كورليشن ماتريكس تعال نبص كده على الكونديشن عندي تو كونديشنز يبوظوا الدنيا خالص او هي يعني حاجتين يبقى هي ايه اول حاجه مش سيمتريك صح عندك ايه عندك ده مش مفيش سيمتري ما بين ده وده ماشي ده اول حاجه طب تاني حاجه ان هي مش ايفن بالظبط تاني حاجه عندي ان الزيرو لازم يكون دايما اكبر من ايه من اي حاجه تانية صح ما ينفعش حاجه مع نفسي تكون ايه اصغر من شبهي مع اي حاجه تانية
فهنا مثلا هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الكروس كوريليشن ما بينهم هنا اكبر من هنا صح؟ يعني حط كده التاو بزيرو هنا التاو او حط اي تاو هنا بزيرو زيرو مثلا تلاقي ان ده اي سكوير وده 2 اي سكوير فده اكبر ما ينفعش صح؟ ما ينفعش الكروس كوريليشن ما ينفعش شبهي بحاجه ثانيه تكون اكبر من شبهي بنفسي تمام؟ انا شبه نفسي اكتر من شبه اي حد تاني صح؟ فهنا ده ايه؟ ده الاوتو كوريليشن فلازم ده يديني اكبر حاجه صح؟ لان ده المفروض ده التوتال باور بتاع السيجنال وده كروس كوريليشن. كروس كوريليشن هي ايه بالظبط؟ ان هي حاجه مع راندوم بروسيس تاني فينفعش ان هو يكون شبهي اكتر من نفسي يعني ما ينفعش ان هو الريليشن او كوريليشن ما بينه وما بيني اكبر من الباور بتاعي نفسه فعشان كده ما ينفعش. تاني حاجه ان احنا قلنا ان ده المفروض يكون ايفن فانكشن ده مش ايفن صح؟ سوري لا ده حته لا معلش لا السيمتري ده مش كده لا انا بتكلم على ده الاوتو كوريليشن احنا قلنا ان هو ايه ان هو لازم يكون ايفن صح وده مش ايفن ده اوت فانكشن ار اكس طيب خلينا نبص على مين خلينا نبص على حاجتين اوكي الساين دي بترسميها ازاي زيرو بعدين طلع كده ايا كان شكلها عامل ازاي ماشي تعالى دي كده الباور بتاعها زيرو التوتال بتاعها زيرو صح ينفع لما يشوف الباور بتاع السيجنال بتاعتي او شبهي مع نفسي الاقيه بزيرو ده الاوتو انا عندي مثلا تو راندوم بروسيس يو وفي ماشي ده الاوتو كوريليشن بتاعتها ايه بتاعتها اي سكوير كوزاين تاو وده الاوتو كوريليشن بتاعها ايه اي سكوير ساين 2 تاو اول حاجه دي مش ايفن دي اول حاجه يبقى كده ما ينفعش تاني حاجه انا عندي عند النقطه ديت الباور بتاعها بزيرو ينفع التوتال باور بتاع السيجنال بتاعتي يبقى بزيرو يبقى دي ما تنفعش صح هي حاجتين اول حاجه ده يعني ما هي الكروس كوريليشن ما ينفعش يبقى اكبر من الكوريليشن مع نفسي عند مثلا عند التيب زيرو ينفع الكوريليشن بينك وبين يعني او بين تو سيجنالز يكون اكبر من الباور بتاع السيجنال عند مثلا تيب زيرو ده غير ان ده يعني غير ده اللي هو هنا مثلا في حاله الساين دي الساين عند الزيرو زيرو اصلا فما ينفعش تمام ولا ايه؟ نيجي للبروبلم الصعبه شويه. طيب هنا بيقول لي عندي لوباس فلتر، اللوباس فلتر ده عباره عن ار سي وعندي السي ديت فيها ايرور فمخليه الكت اوف بتاعي فيه برضو فاريشنز فهو ديستريبيوتد يونيفورملي من 100 ل 120 هرتز وعاوز الافريج بتاع الاكس اوف تي وعاوز الاوتو كوريليشن. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ عاوز اروح ماشي او في اوف تي يعني ماشي تعالى نبص كده تعالى نمسك الحته نمسك البروبلم حته حته اول حاجه بيقولي لوباس فلتر وعنده ار سي فهو عباره عن ايه؟ ار وسي عشان هو لوباس فلتر فباخد الاوتبوت من عامين على الكاباستر ده الفي اوتبوت صح؟ وعندي السي هي اللي فيها ايرور فبلاقي ان الفريكوانسي عندي يونيفورملي ديستريبيوتد من ايه؟ من 100 ل 120 هرتز وعندي ال في اوف تي ده هو الايه؟ هو الراندوم فاريبل بتاعي او سوري الراندوم بروسيس بتاعي وهو ده نتيجه ان انا دخلت يونت ستيب على السيستم ده بامبليتيود ايه فطلعت لي في اوف تي. اوكي؟ طيب فهو بيقول لي عاوز الاكسبكتيشن اوف اللي هي الفي اوف تي ديت وعاوز الراندوم الاوتو كوريليشن فانكشن بتاعتها. هعمل ايه؟ لازم اروح اجيب الاول الفي اوف تي دي شكلها عامل ازاي صح؟ طيب الفي اوتبوت هي ايه؟ في اوتبوت في الحاله دي هي ايه؟ كفريكونسي دومين بقى هعمل فولتج ديفايدر فاديني ايه؟ واحد على الاس سي على الار بلس واحد على الاس سي صح؟ مضروبه في الفي انبوت بتاعي. صح؟ طيب فعندي هنا هيبقى ايه؟ واحد على 1 بلس اس ار سي صح؟ مين الفي انبوت بتاعي؟ يونت ستيب صح؟
بس انا هي شغاله في فريكوانسي دومين. الاس ده جي اوميجا صح؟ فهضربها في مين بقى؟ يونت ستيب تبقى ايه على اس صح؟ عشان هي ليها امبليتيود اي. تمام؟ طيب بعد كده هعمل ايه؟ هروح احولها للتايم دومين، انا عاوزه في اوف تي صح؟ طيب خلينا نقول في اوف اس الاول اللي هي اوتبوت اوف اس دي، هعمل الاول ايه؟ بارشل فراكشنز بالظبط، هيبقى حاجه على الاس بلس حاجه على 1 بلس اس ار سي، انا نجيبها على طول بقى، هيبقى عندي ده ايه وده ماينس ايه ار سي. طيب تعالوا نفتكر معانا الاكسبوننشال، خلينا نمسك كده بلس الايه ماشي. طيب دي الايكويشن بتاعت ايه؟ بتاعت ترانسفورم بتاعت الاكسبوننشال ده، يعني المفروض ان انتوا واخدينه في اللابلاس والحاجات دي تمام. فهقسم هنا على الار سي واقسم هنا على الار سي، هيديني ايه؟ هيديني ده الاي بتاعي صح كده، وهنا ده معروفه ده يو اف تي عادي بس امبليتيود اي، وده هيبقى ايه؟ ماينس اي في اكسبوننشال نيجاتيف 1 على الار سي تي في ايه؟ في يو اف تي صح كده. طيب ماشي، وده كله هيبقى ايه؟ هيبقى في اخر a 1 minus exponential negative، خلينا نقول a t بقى في u of t كده. جبت مين؟ كده جبت ال v of t صح؟ جبت ال u جبت ال v of t ولا لا؟ طيب عاوز اروح اجيب ايه دلوقتي؟ expectation of v of t تمام؟ ماشي. فيبقى عندي ايه بقى؟ expectation، خلينا ناخدها كده of v of t هي ال a هي integration على مين بقى؟ على ال variable عندي. مين ال variable؟ ال frequency صح؟ عندك حل من اتنين ماشي؟ واحد اللي هو ال a ده هو اللي مين؟ هو اللي شايل ال frequency بتاعتي صح؟ ما هو واحد على ال r c هي الاوميجا بتاعتي صح؟ فلو انا عاوزه الاف هقول ان هي 1 على 2 باي ار سي تمام. انت عندك فين فين الكلام ده؟ فين ار سي؟ هي عند الاي دي بس صح؟ فهكامل وذ ريسبكت لاي. فسي مثلا ان انا هسمي الاي ده، الاي ده هو الاوميجا بتاعتي، فهقسم على عاوز تسميه اكس مثلا، هتقول ان الاكس ده بيساوي 1 على 2 باي ار سي، فيبقى ده 2 باي اكس وكامل with respect to x. شوف عاوز تعملها ازاي يعني واعملها. يعني انت عاوز تقول ده كده، خلينا نقول 1 plus exponential 2 pi f t اوكي في 1 على ال 20 صح؟ دي f. وهنا عندك من ايه؟ من 100 120. كل ده في ايه؟ في يو اف تي ايه؟ عشان هو هنا بيقولك بيقولك ان السي هي اللي غيرت الايه؟ الكات اوف فريكوانسي. طيب ففي الاخر عندك ايه؟ هتعمل انتجريشن وذ ريسبكت لمين؟ للراندوم فاريبل بتاعك اللي هو الاف، وتقسم على او تضرب في الديستريبيوشن بتاعك اللي هو 1 على ال 20 عشان انت عندك من الرينج بتاعه من ايه؟ من 100 ل 120 صح؟ طيب تعرف تعمل ده ولا نعمله؟ ده هيبقى في الاخر بالنسبه لك f plus exponential negative 2 باي f t على 2 باي t من اول 100 120 1 over 20 ايه في ايه؟ ماينس صح صح يو اف تي. ده هيبقى ايه؟ ده هيبقى الاكسبكتيشن بتاعتك، او سوري مفيش يو اف تي بقى خلاص ماشي. طيب نيجي بعد كده، ده كده ايه؟ ده الاكسبكتيشن بس هنحله خلاص، يعني هيبقى بس فانكشن في التي. طبعا باين ان هو فانكشن في التي فهو ايه؟ مش وايت سنس تمام.
نيجي نجيب الاوتو كورليشن هيبقى عندك ايه؟ هيبقى شويه الدنيا اعقد شويه فتعمل ايه؟ هتبقى عندك ال في اوف تي في في اوف تي بلس تاو وتنتجريت برضو على ايه؟ على الفريكونسي بتاعتك فيبقى ده عندك 1 ماينس اكسبوننشال نيجاتيف 2 باي اف اوف تي وعندك هنا اي سكوير وعندك 1 ماينس اكسبوننشال نيجاتيف 2 باي اف تي بلس تاو دي اف ماشي؟ طبعا تقسم على ال 20 هنا هي الدنيا شويه كومبليكيتد في الماث انا عارفه بس هي يعني باين من شكل حتى باين من الميو مثلا هي تطلع وايد سنس ستيشنري وهنا هتطلع لك حاجات في فانكشن في التايم سواء عاوز تعملها تي 1 وتي 2 او تي بلس تاو الاثنين هيطلعوا لك نفس الفكره اوكي هي ده ماتر اوف انتجريشن ماشي فعشان كده مش هدخل فيه قوي اوكي بس هو محلول بالتفاصيل يعني ماشي فاضل قد ايه يا دوب نلحق ناخد اخر حاجه بقى مش عشان بس الميدترم خلاص كمان اسبوعين يعني ان شاء الله طيب ماشي بصي هي البروبلم اللي انا هديها ديت عادات مش عارفه يعني عاده ما بتجيش في الامتحان لانها طويله بس هي يعني ممكن تيجي عادي طيب دلوقتي انا عندي ايه انا عندي باينري بيتس ماشي هعمل لهم بولر لاين كودينج يعني ايه هيطلع لي A ونيجاتيف A اوكي طيب دينا لا ده مش شغال ماشي في الايديال كيس انا عندي ايه انا عندي بيت بتطلع لي كل تي بي فما عندي من 0 لحد التي بي بيطلع لي مثلا 1 بعد كده 0 بعد مثلا 0 1 حاجات راندوم طيب عاوز اجيب الاوتو كورليشن فانكشن هجيبها ازاي تعالى نبص الرول الرول بيقول لنا ايه عندي اكسبكتيشن اوف اكس اوف تي في اكس اوف تي بلس تاو تمام ده الايه الار اكس اوف تاو عندي تو كيسز الكيس الاولاني لو التاو ده اقل من ايه من تي بي اقل من التي بي يبقى انا لسه ايه ودين نفس البت صح ماشي ودين نفس البت يبقى انا عارفه ان ايه ان ال r x of tau ده هو عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن a في a صح؟ نفس البت في probability ان يجيلي a و a تمام؟ طيب وهجمع عليها ايه؟ ال negative a في negative a في probability ان يجيلي negative a و negative a صح كده؟ صح ولا ايه؟ وبما اني في نفس البت فبروبابيلتي ان ايه وايه هي اصلا نص مفيش حاجه اسمها كده لان انا واقفه عند نفس الايه نفس الانستنت فيديني ايه a سكوير في نص بلس a سكوير على الاثنين تديني a سكوير تمام كده طيب ده كده لو ايه لو انا اقل من التي بي طب لو انا اكبر من لو التاو عندي اكبر من التي بي ايه اللي هيحصل يبقى انا عندي 4 كيسز صح يبقى انا عندي r x of tau هي عباره عن ايه a سكوير في probability يطلع لي a و a ده عندي t مثلا وده عندي t plus tau plus negative a سكوير لو يطلع لي ايه probability ان ال a و negative a plus negative a سكوير في probability of negative a و a واخر حاجه عندي ايه a سكوير في probability يطلع لي negative a و negative a والاثنين اندبندنت عن بعض لان دول اثنين بيتس مختلفين فده نص في نص نص في نص and so on فاديني ايه a سكوير في ربع بلس ماينس a سكوير في ربع ماينس a سكوير في ربع بلس a سكوير في ربع فاديني 0 اوكي طيب ده لو ايه بقى لو انا عارفه ان البيت بتبدا عند 0 وبتنتهي عند ايه عند التي بي طيب البروبلم بقى عندنا ايه ان عندنا بيحصل ديلي راندوم ديلي في الاول فعندي السيجنال بقى شكلها عامل ازاي بقى فيه الدلتا هنا تي دي كده ديلي بعد كده بيبدا البت وهنا بيبقى فيه بت قديمه او حته من بت اوكي وهنا بيبقى عندي ايه هنا عندي تي بي بلس التي دي بيفضل ايه الديلي ده موجود عاوز احسب الاوتو كورليشن عندي برضو تو كيسز
الكيس الاولانيه لو التاو اقل من التي بي. طيب التاو اقل من التي بي انا عندي ايه؟ عندي حاجتين، اما افضل في نفس البيت او اما ايه اروح لبيت تانية، صح؟ ما الديلي ده خلى ان التاو اصغر من التي بي، اوكي، بس انا عندي ايه؟ التاو دي ممكن تبقى في هنا ترانزيشن، او خلينا نقول كده مثلا ده كده يحصل لي ترانزيشن، ستيل ده اقل من التي بي بس ايه، بس انا وقعت في بيت تانية او تخليني في نفس البيت، صح؟ صح ولا ايه؟ طيب فستيل بقى عندي ايه؟ اربعة كيسز. تعال نبص كده، هيبقى ال r x of tau هي ايه؟ هي ال a سكوير في probability يطلع لي a و a plus a سكوير في probability يطلع لي negative a و a، او هنا بقى minus a سكوير probability يطلع لي a و negative a minus a سكوير في probability يطلع لي negative a و a. تمام كده؟ طيب تعال نبص بقى نجيب ال probability يطلع لي a و a و نيجاتيف A و A الاثنين زي بعض. probability يطلع لي A و A أو probability أو إن هي بتساوي probability of negative A و negative A، ده اللي هو equal لمين بقى؟ هي probability، خلينا نكتبها بشكل mathematical، هي probability إن يطلع لي عند ال X of T plus tau A given ان انا بعت ان انا عندي عند T عند T ب A في probability of ان ايه X of T بتساوي A. تمام؟ طب مين ده؟ امتى يجي لي A then A؟ عندي two cases، عندي ان اول كيس عندي ان ما يحصليش transition، ده بقى بيساوي ايه؟ بيساوي probability of no transition، ما يحصليش transition عندي فافضل في نفس البيت، او ان يحصل لي ترانزيشن بس ايه بقى يحصل لي ترانزيشن بس البيت اللي جايه بعديه تبقى ايه زي، صح؟ يبقى probability ان x of t plus tau بتساوي ايه. اوكي طيب انا عاوز احسب probability of a transition ومن هعرف اجيب probability of no transition. انا عارفه ان ايه، انا عارفه ان t دي ده هو ايه، هو يونيفورملي او هو ايه اللي هو يونيفورملي ديستريبيوتد من 0 لحد 2 عند من اول 0 لحد تي بي. تمام؟ امتى يحصل ترانزيشن؟ لو انا عندي تي والتي بلس تي تاو، التي دي ده الخط ده موجود بينهم، صح؟ يبقى probability ان يحصل لي ترانزيشن هي probability ان التي دي ده يبقى ما بين تي بلس تاو وتي، صح؟ الخط ده اللي هو التي دي ده النقطه دي تكون ما بين ايه تي وتي بلس تاو، صح؟ صح ولا ايه؟ انتوا معايا ولا ايه؟ طيب ده اللي هو هيبقى ايه انتجريشن من اول تي لحد تي بلس تاو على البي دي اف بتاعت ايه التي دي اللي هي واحد على تي بي تي دي، ده يديك في الاخر ايه تي دي على تي بي من تي لحد تي بلس تاو، فيديك في الاخر تي بلس تاو ماينس تي على تي بي اللي هي تبقى ايه تاو على تي بي. ده probability ان يحصل ايه transition. مين مش فاهم؟ تمام؟ طيب كده جبت ايه probability يحصل transition، فده بقى ايه تاو على تي بي. probability of no transition هي 1 minus probability بتاعت transition، فيبقى ده ايه 1 minus تاو على تي بي، بس ده ايه مضروب لسه في probability ان يجي لي ايه في التايم انستنت اللي بعدها اللي هو بكام؟ نص. ما حصل ترانزيشن يبقى بيت جديده يبقى اندبندنت يبقى اديني ايه نص. تمام كده؟ كل ده هيتضرب في مين؟ في probability ان اصلا يطلع لي ايه اللي هي كام برضو اللي هي نص. probability of a و a هي probability of negative a و a، صح؟ negative a و negative a. طيب ده ايه ده او ده اول تو تيرمز دول اللي هما الترم ده والترم مش عارفه مش كاتباه اه ده. طيب فاضل لي مين التو تيرمز دول؟ دول برضو زي بعض، صح؟ probability يطلع لي a وبعدين نيجاتيف a هي probability يطلع لي نيجاتيف a و a. طيب ايه هما بقى probability ازاي اجيبهم؟ نفس الفكره بس probability of x of t plus tau بتساوي مثلا a او نيجاتيف a
بالعكس ده اللي هو ايه بقى probability of transition مضروب في الايه في probability بتاعت الحاجة المختلفة. بمعنى تعالى ناخد مثلا ده ده probability ان ال x of t plus tau بيساوي a given ان انا اصلا عندي x of t بيساوي a negative a في probability of negative a وده هو probability of ان يحصل لي transition صح كده في probability of ان يطلع لي a negative a sorry يطلع لي a صح كده فده نص وده نص وده ايه تاو على تي بي هتروح تعوض في كل ترم من دول بالايه باللي احنا لسه جايبينه ده هيطلع لك في الاخر ان الار اكس اوف تاو فين ده ايه وده نيجاتيف ايه وده اه حصل ترانزيشن في البروبابيلتي ان كان يجي لي ايه اه 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 ما ده ده الـ x of t ده الـ x of t ايوه يبقى ده x of t بالظبط اللي بعده يبقى مختلف عني فده اللي هو نيجاتيف a مع الـ a و a مع الـ x بالظبط طيب هنا يبقى عندي ايه لو انا شغاله الـ tau اقل من تي بي فيطلع لي في الاخر هو a سكوير في 1 ماينس t على 2 تي بي طيب لو كانت التاو بقى اكبر من تي بي هشتغل بانهي رول هشتغل بالرول ده ما انا خلاص انا متاكده لو التاو اكبر من تي بي انا متاكده ان حصل ترانزيشن متاكده ان انا واقفه هنا واقفه في حته ما هنا فعارفه ان هما 2 بتس فهشتغل بانهي رول هشتغل بده اللي هو هيبقى ايه سكوير في ربع نفس ده بالظبط هديني ايه في الاخر هديني هو بزيرو عندي a سكوير في ربع وايه ونيجاتيف a سكوير اند سو اون فهديني في الاخر لو انا عندي تاو اكبر من تي بي ده يديني زيرو طيب خلينا ناخد كيس تانية لو انا عندي بدل ما هو a ونيجاتيف a هيبقى عندي a وزيرو ايه اللي هيختلف ماشي لو انا دلوقتي مش انا دلوقتي بعت a ونيجاتيف a لو انا كنت بعت زيرو a ايه اللي هيختلف احنا نمشي بنفس الميثود بالظبط هيفرق في حاجه لا هيبقى عندي برضه هبص كده هنا النيجاتيف ايه دي هتبقى ايه مضروبه كانها بزيرو فدول مش هيبقوا موجودين اكني بقى في دي سي فاليو للسيجنال بتاعتي فالاوتو كورليشن بتاعتي بقت ايه بقت زي ما هي دي بس مجموع عليها لسه دي سي صح فبقى ده ما بقاش زيرو اني مور ده هيبقى ايه a سكوير a سكوير على الاثنين تمام ليه يعني تمام اللي هي اكن الدي سي بتاعك دلوقتي بقى ايه ما عندك 0 a سكوير فيبقى الدي سي بتاعك a او سوري 0 a فيبقى الدي سي بتاعك a على الاثنين فتعمله اول سكوير يديك a سكوير على 4 تمام ماشي اي حد عنده مشكله هعيد عليها برده ان شاء الله المره الجايه كده سريعه طيب